الآن الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر مراثي أرميا. بفكركم السفر ده كتب في وقت حرق الهيكل على يد بابل، لما مملكة بابل دخلت ودكت أورشليم وخربت الهيكل من غير ما تهده، وده كان يمكن تالت فوج لبابل في الاعتداء على أورشليم. أرميا قعد سنين طويلة قبلها يحذر الناس من اليوم ده، الناس ما تابتش، فهو تألم بشدة وهو بيشوف العقاب اللي تنبأ بيه بيحصل. احنا خدنا الجزء الأولاني وقلنا المراثي من الكلمة تدل على روح السفر، هو سفر رثاء. رثاء في العربي معناها واحد بيبكي على شيء، بيرثي شيء، زعلان على حاجة. وطبعا على قد ما هو في بكاء وفي ألم، لكن بيورينا قد إيه قلب أرميا النبي ملتهب بحب شعبه، فحزين على الخراب وحزين على بيت ربنا وحزين على النهاية المأساوية اللي حصلت نتيجة أخطائه. احنا وصلنا لغاية عدد 11. 10 يقول بسط العدو يده على كل مشتهياتها. مشتهياتها دي اللي هي ايه؟ الأورشليم اللي سماها الأرملة العظيمة، الأرملة، لانه كأنها يعني فقدت جوزها، مش ربنا اللي مات، هي اللي سابته. فانها رأت الامم دخلوا مقدسها الذين أمرت أن لا يدخلوا في جماعتك. ده بيكلم ربنا، يعني الجزء الأولاني ده هو بيكلم ربنا وبيقول له شايف يا رب اللي بيحصل. كل شعبها يتنهدون يطلبون خبزا، دفعوا مشتهياتها للأكل لأجل رد النفس. انظر يا رب وتطلع لأني قد صرت محتقرة. هنا يقصد انه من شدة المجاعة الناس مش لاقية الاكل، مش لاقية العيش عشان بس تعيش. فهنا بيقول الشعب كله بيتنهد عاوز لقمة. شوفوا بقى لما يكونوا شعب غني وعنده افتخار بالمباني وبالموارد وبعدين يبقى مش طايل يأكل، بيموت من الجوع. هنا في جوع، في نوعين من الجوع، في جوع الى الاكل الارضي وفي جوع روح. وعندنا الأسبوع ده تعليم المسيح ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، والإنسان الروحاني يكتشف موضوع الجوع الروحي. يعني احنا الجوع البشري ده أو الجسدي عارفينه، ويعني لما بتجوع بتشتري أكل، بتفتح التلاجة، يعني بتدور تأكل أي حاجة، والحمد لله يعني الناس مش بتبات جعانة. إنما في جوع آخر الناس مش داريانة بيه. وصف واحد من القديسين قال زي الإنسان اللي في غيبوبة، هو مش داريان إنه جعان، بس ده مش معناه إنه مش محتاج يأكل، ده هو من شدة مرضه مش داريان إنه جعان. فلما الواحد فينا ما يحسش إنه محتاج للإنجيل ومحتاج للتوبة ومحتاج للصلاة ومحتاج لسر الاعتراف ومحتاج لحضن ربنا، ده مش معناه انه كويس، ده معناه انه من شدة مرض الروحي مش دريان انه محتاج، نفسه مسدودة مش لانه شبعان، لانه عيان. واضحة النفس المسدودة تيجي من حاجتين، يا واحد شبعان قوي، وده يعني في الحياة الروحية يعني ما بيحصلش، لانه يعني يشبع من ناحية الدنيا لكن يفضل جعان لربنا. لكن للأسف أغلب الناس من كتر العيا الروحي خدت على أنها كأنها مش محتاجة،
بينما الإنسان فينا يحتاج جدا للصلاة ويحتاج جدا للتركيز في ربنا ويحتاج قوي للقعدة دي، كأننا بناكل أكتر كتير قوي من الغداء والعشاء والكلام ده، بس الواحد مش دريان أنه ده احتياج حقيقي. انظر يا رب وتطلع، يعني أرمية ما فيش حاجة يقولها غير يا رب بص علينا أشفق علينا، لأني بتكلم بلسان أورشليم قد صرت محتقرة، يعني شعبك يا رب أو كنيستك كده تهان إلى هذه الدرجة. طبعا هو لا يعفي الشعب من المسؤولية، هيجي يقول له بعد شوية هم يستاهلوا يا رب، هم اللي جابوا روحهم، لكن أقول لك إيه، برضو شعبك وكنيستك فبص عليهم يا رب. فأرمية يعني جواه صراع ما بين أنه شايف أن اللي حصل ده كان لازم يحصل، وأنه هو نفسه تنبأ بقاله 40 سنة بيقول أن ده هيحصل، وبين أنه صعبان على الناس. رغم كل ده هم صحيح بيجنوا يعني نتائج أخطائهم، لكن هو مش هين عليها لكم. فلما الواحد يكون مثقل جدا يقول له انظر يا رب وتطلع، لأني صرت حقيرا، لأن هو ضمنيا بيحط نفسه رب أنا تزليت فبص علي. أحيانا لما يكون الواحد يعني مقهور أو صعبان عليه أو مضغوط نفسيا فيقول له رب بص علي أشفق علي، حتى لو أنا استاهل اللي أنا فيه بس حن علي، يعني ارفع غضبك عني. أما إليكم يا جميع عابر الطريق تطلعوا وانظروا إن كان حزن مثل حزني. انتوا عارفين لما الواحد يكون موجوع قوي يبقى عاوز يقول للناس، حد عمره حس باللي أنا حسه ده؟ عمركم شفتوا حاجة زي اللي أنا فيها دي؟ والأسلوب ده زي بتاع أيوب شوي، أيوب كان يقول كلام شبه كده من كتر وجعه. فلما الواحد يكون مضغوط جدا بيتصور إن اللي هو فيه محدش عد عليه، فهنا بيقول كل اللي بيعدوا على أورشليم دول بصوا عمركم شفتوا خراب زي كده؟ تطلعوا وانظروا إن كان حزن مثل حزني. عاوزكم تقارنوا بين الآيتين، بيقول له انظر يا رب وتطلع، وبعد كده يشهد الناس يقول لهم انظروا وتطلعوا. مين اللي يشفق بجد؟ ربنا. يعني الإنسان المضغوط أو المجرب بيبقى مستني شفقة من الناس، ممكن الناس تشفق بس مهما كانت يعني مشاعر الناس محدودة ويجوز مش في ايديهم حاجة، واحيانا شفقتهم تبقى مؤذية يعني يجرحوا الواحد، زي اصحاب ايوب لما قالوا له ما هو من عمايلك. تصوروا بقى واحد يبقى على اخره ويتقال له ما هو من عمايلك، ده حتى لو من عمايله ما تتقالش، لانه يعني هو حاسس بالذنب كده كده، فما ينفعش حد يقول له في اللحظة دي ما انت تستاهل، هم عشان كده قال معزون متعبون كلكم. فهنا قال له انظر يا رب وتطلع، وزي لانه مش حاسس بتعزية فبقى يبص حواليه يقول لهم طب بصوا انتوا علي ما صعبش عليكم، وطبعا مش هيصعب على حد من الناس. ان كان حزن مثل حزني الذي صنع به، الذي اذلني به الرب يوم حمو غضبه. يعني في حزن قد اللي انا فيه ده؟ في حد ربنا غضب عليه قدي؟ طبعا هنا أرمية بيعتبر نفسه جزء من الشعب، وده قلب المسيح بقى. يعني المسيح لما شال خطايانا هو عوقب كأنه مخطئ، الذي لم يفعل خطية صار ايه؟ خطية لأجلنا. طب ده قدوس القديسين، ده بلا خطية وحده، انما حط نفسه وسطينا وناب عنا، مات عنا من أجلنا، شال كل الشيلة. فأرمية معتبر نفسه رغم أنه هو نقي وقديس وهو اللي كان يتنبأ باللي هيحصل وما سمعلوش، إنما هو محطوط وسطيهم شايل الشيلة لغاية دلوقتي وحاسس بالمسؤولية. تطلعوا وانظروا إن كان حزن مثل حزني الذي صنع به، الذي أذلني به الرب يوم حمو غضبه. من العلاء أرسل نارا إلى عظامي فصرت فيها، يعني ربنا منزل عليها نار من السماء. هنا برضو في حكمة مهمة، لما تحصل تجارب للإنسان في إنسان يفضل يفسر اللي بيحصل بالملابسات والظروف،
يقول أصل الناس دول أشرار بيضطهدوني، أصل فلان مش عارف إيه، أصل الظروف كانت ضدي. يا حبيبي افهم الدرس، لما تبقى علقة سخنة كده يبقى ربنا سامح، ويبقى ربنا وراه رسالة. ويا إما بيقول لك ما يزرع الإنسان إياه يحصد أيضا، ومش هيقولها لك غير لما تكون عنت وما توبتش بالسهل. مش هيقولها لك دي إلا لما تكون طولت وعنت وما رجعتش، فيقول لك أنت دلوقتي بتدفع ثمن أخطائك لأن ده عدل إلهي. أو يكون بيرجعك لحضنه حتى بالعافية، بيفوقك بقى عشان لو خسرت الدنيا ما تخسرش السماء. دي دايما قاعدة عند ربنا، إن لو خسرت كل شيء في الدنيا ما تخسرش حياتك الأبدية. يجوز خسرت مركزك، خسرت كرامتك، خسرت فلوسك، خسرت حتى الناس، خسرت سمعتك، خسرت كل لذة في حياتك، بقت حياتك كلها وجع. طب على الأقل ما تروحش منك السماء. فمن حكمة ربنا وحبه في أولاده يعني يشد جامد قوي من أجل الأبدية. فهنا أرمية بيقول من العلاء أرسل نارا إلى عظامي فصرت فيها. هو باصص إن اللي حاصل ده من ربنا، ما عادش يقول ملك بابل المفتري ولا الشعب اللي مش تائب ده يستاهل. هو قال ربنا نزل نار، يعني اللي حصل ده من إيده، لأنه من ذا الذي قال فكان والرب لم يأمر. هو في حاجة بتحصل في الدنيا دي ربنا ما بيكونش دريان بيها، لازم سمح بيها، وبدل سمح بيها يبقى وراها خير. وطبعا لو الإنسان استقبل صح يطلع بكل الخير ده. الذي أزلني به الرب يوم حمو غضبه، من العلاء أرسل نارا إلى عظامي فسرت فيها، بسط شبكة لرجليها، ردني إلى الوراء، جعلني خربة، اليوم كله مغمومة. بيكلم بلسان الأرملة اللي هي أورشليم، أورشليم المهجورة المحروقة، الهيكل الخربان، الشباب اللي راحوا في السبي، الرجال اللي ماتوا، ورجوع اللي داخل على البلاد، كل ده مغمومة. فبيقول جعلني خربة، اليوم كله مغمومة. طبعا لما نعيد الكلام على النفس البشرية، أحيانا ربنا يسمح لنا بفترات إحساس بالخرابة كده أو بالغم الشديد، لأنه الغم ساعات أو الحزن يكون أفيد لنا من الفرح. الوجع الداخلي ده يهذب النفس أكتر من أفراح الدنيا، عشان كده المسيح قال طوبى للحزان الآن، وقال في لوقا 6 طوباكم أيها الباكون. يا بخت اللي يعيط لما بيبكي قلبه بينضف، بس ما يبكيش على فلوس راحت، يبكي ان هو يعني في عقاب إلهي أو تأديب إلهي، يبكي انه طالب رحمة ربنا، يبكي لأنه ما سمعش صوت ربنا وعند زمن طويل. جعلني خرب اليوم كله مغمومة، شد نير ذنوبي بيده. يعني ايه؟ ما هي ما تبتش، خلي بالكوا أورشليم ما تبتش. فعنده تشبيه لطيف كده، كل عمايل أورشليم السودة الوثنية اللي فيها والإباحية اللي كانت فيها، عملها زي حبل كده، عقد كده، وشدوا ربنا، وإيه ضفرت وصعدت على عنقي. يعني كأنها حبل المشنقة أو الحبل ده ضفروا ربنا من خطايا أورشليم، فبقت تخنقها عشان يقول لهم خطاياكم هي اللي عملت كده، أنا كنت معاكم وحاميكم من كل الشعوب ومديكم نعمة وساتر عليكم، وكنت ضعاف وأنا اللي بقويكم، وكل ما ترجعوا تقولوا سامحنا أسامحكم. لكن توصل لوثنية وإباحية وتجاهل للوصية وعند بكل الأشكال، خلاص أنتوا استلمتكم خطيتكم. فهنا بيقول شد نير ذنوبي بيده، يعني ذنوبي دي بقت نير على رقبتي، بقى بإيده كده بيشدها ويضفرها ويحطها حوالين عنقي. نزع قوتي، دفعني السيد إلى أيدي لا أستطيع القيام منها. يعني سبني دي تفكرني بحكاية في بداية حياة القداسة للأنبا أنطونيوس لما توحد فترة. أنبا أنطونيوس ده أبو الرهبان، قديس عظيم، فكانت الشياطين بتحاربه لأنها شايفاها يبتدي بقى رهبنة والعالم كله هيمشي وراه،
ونجح طبعا. ففي مرة ظهروا له بشكل مرعب وبقوا يضربوه، وبعدين يبدو تأخر شوية فخد له علقة، وبعدين قال يا رب يسوع، فعلى طول طاروا. فوقف يصلي يعاتب ربنا، يقول له يا رب تسيبهم كده يهنوني ويضربوني؟ قال له حبيبي أنا مستنيك تنادي، أول ما ناديت علي أنا اتدخلت، أنا مستنيك تنادي علي. فأحيانا الواحد من غفلته، سوري، من غبائه، يبقى بس يقول يا رب يسوع مش راضية تطلع، من كتر ما دماغه ماشية في الدنيا تاخد وتدي كده. يا أخي قول ربنا يا رب، ده الموضوع بسيط. فهنا بيقول دفعني السيد إلى أيدي لا أستطيع القيام منها. إمتى يسيبك تروح في إيدين أعدائك؟ لما ما تناديش. خلاص يبقى أنت بقى منك ليهم، مش أنت شايف نفسك قوي؟ خلاص شوف هتعمل إيه مع الشياطين دول. إنما أما لما تقول يا رب الحقني هيلحقك، وربنا مش بعيد. رزل السيد كل مقتدرية في وسطي، يعني أصحاب القدرة في أورشليم ذوي الكرامة والسلطة والغنى، كأن ربنا رزلهم، لأن كل دول إيه اتبهدلوا، اللي مات مات واللي فلوسه راحت. رزل السيد كل مقتدرية في وسطي، يعني مصادر قدرتك أو ذكائك أو غناك أو جمالك، الحاجات اللي الواحد كانت ممكن يفتخر بيها يرزلها. ربنا ما يحبش افتخار الإنسان، لأن افتخار الإنسان يعتبر سرقة مجد الله. مع أي حاجة عندك عطية من ربنا، فبدل ما تفتخر تقول أشكرك يا رب. لما ما تقولش أشكرك يا رب وتفتخر يبقى سرقت، نسبت شيء مش حقك لنفسك، فخدت حاجة مش بتاعتك وقعدت تقول يا سلام شوف أنا بعمل وبعمل. رزل السيد كل مقتدرية في وسطي، دعا علي جماعة لحطم شباني، يعني سابهم. طبعا هم أكتر ناس دفعوا الثمن وقتها الشبان اللي كان منهم، بقول لكم السبايا زي دانيال. داس السيد العذراء بنت يهوذا معصرة، يعني إيه؟ لما عارفين لما واحد يقول أنا بتعصر عصر كده، فبنت صهيون اللي هي إشارة إلى أورشليم كلها، وبنت البلد دايما رمز لإيه؟ يا بنت مكرمة قوي يبقى البلد دي فيها كرامة، يا بنت مزلولة قوي يبقى البلد دي ضيعة. فداس السيد العذراء، داس السيد على العذراء بنت صهيون، فهنا العذراء دي يعني بنت أورشليم أو بنت صهيون، معصرة، دخلها في المعصر. على هذه أنا باكية، الأرملة أورشليم بقى عمالة تبكي على بناتها، تبكي على شعبها، أرمية حاسس بكده. طبعا أورشليم كجماد كمباني خربانة ما بتبكيش، مين اللي بيبكي؟ أرمية، القلب النقي اللي حاسس بالمسؤولية، اللي صعبان عليه ضياع الناس. مرة قابلت أم لقيتها بتبكي بحرقة، بقول لها خير؟ قالت لي ببكي على الناس اللي راحوا في الإدمان دول. قلت لها عندك حد مدمن؟ قالت لي لا، بس صعبان عليا الشباب اللي بيضيع ده، وبتبكي بحرقة. طبعا ده معناه قلب جميل قدام ربنا، يعني هي مش ولادها بالجسد اللي عندهم المشكلة، بس هي كأم قلبها وجعها، وصعبان عليها الشباب اللي بيضيع، وصعبان عليها ربنا اللي بيحبهم وهم يعني مدين له ظهرهم. فده قلب حلو، اللي يبكي على غيره ده معناه انه نسي نفسه ومليان حب من ربنا. رزل السيد كل مقتدرية في وسطي، دعا علي جماعة لحطم شباني، داس السيد العذراء بنت يهوذا معصرة، على هذه أنا باكيا، عيني تسكب مياها. دي هتيجي كذا مرة، انتوا عارفين أصل أرمية ده كان بيبكي كتير قوي جوه السفر وفي المراسي. مرة في السفر نفسه قال يا ليت رأسي ماء، يعني أنا عاوز دماغي دي تبقى حنفية مية، وعيناي ينبوع دموع فأبكي نهارا وليلا. يعني دي كانت أمنيته، أنه يعني تبقى دماغه دي عبارة عن علبة مية وعمالة تنزل دموع عشان ربنا ينظر إلى شعب، لأنه حاسس أنه ما فيش حاجة تتعمل غير البكاء والتذلل أمام الله، والدموع أصلها غالية عند ربنا قوي. بس للأسف هم ما بكوش، لو كانوا بكوا أمام الله
ده ربنا طيب قوي، لكن هو اللي بيبكي عليهم وهم في عند. عيناي عيناي تسكب مياها، تسكب طبعا فيها يعني بتدلق مياه يعني، لأنه قد ابتعد عني المعزي. راد نفسي اللي بيرد لي الروح اللي بيديني طعم في الحياة. هنا عند القديسين يحسوا بالإحساس ده لما تتخلى عنهم النعمة. يعني القديسين عقبالنا كلنا كده مثلا في أيام الصيام يبقوا عايشين كده في إحساس عالي من السلام والفرح وحضور الله، وعايشين في جو من الصلاة والصيام والتركيز في الآيات بعدين ممكن واحد فيهم حسب ما قالوا الآباء تتخلى عنه النعمة، فيحس أنه فجأة كده زي الكهرباء قطعت، مش حاسس لا بتعزية ولا بفرح ولا بسلام ولا آية بتخبط ولا معنى جميل ولا شعور حلو، فيبقى صعبان عليه نفسه قوي، هو أنت رحت فين يا رب؟ فهنا ما يبقاش عنده حيلة غير أنه يفضل يشد في ربنا ويبكي قدامه يا رب ما تسيبنيش. فهنا نفس المعنى، قد ابتعد عني المعزي، يعني ايه؟ انت متعود تعزيني وتفرحني، انت زعلان، انت ليه بعت؟ انا ليه مش حسك؟ انا ليه مش عارف اصلي؟ اكونش عملت حاجة وحشة؟ طب قول لي عملت ايه؟ طب صلحني، طب بس ما تسيبنيش كده. صارت نفسي مثل ارض ايه؟ بلا ماء. يبقى الواحد حاسس ناشف كده. فهنا يعمل ايه؟ يقول عيناي عيناي تسكب مياها لانه قد ابتعد عني المعزي. راد نفسي، زي في المزمور بتاع الراعي يقول يرد نفسي، يعني يرجع لي الروح كده، يحسسني تاني بطعم الصلاة وطعم الحياة الروحية. صار بني هالكين لانه قد تجبر العدو. ده اورشليم بتبكي وتقول ولادي ضاعوا عشان الشيطان كسب. بسطت صهيون يديه، بقت صهيون زي الشحاتة بتعمل كده، عاوزة حد يمد ايده ينقذها، لا معزي لها، يعني مستنية حد ياخد بايديها، ما حدش معبر. امر الرب على يعقوب ان يكون مضايقو حواليه. ربنا قال خلاص حصروها خبطوها وخربوها، كفاية عليها اللي حصل. صارت اورشليم نجسة بينهم، بار هو الرب. بصوا بقى ارميا بيقول ايه، معك حق يا رب، بار هو الرب لأني قد عصيت أمره. يعني رغم أن أرميا صعبان عليه قوي من اللي بيحصل، يرجع يقول إيه، بس إحنا عصينا ربنا وربنا بار، لأنه قال لو سبتوني هسيبكم ولو بعدتوا عني هيجيلكم الخراب، وأنا طول ما معاكم ما تخافوش، لكن حذرنا بدل المرة ألف مرة. طيب يبقى ربنا بار، تقدر تقول له ليه يا رب بعد ده كله؟ حد فينا يقدر يقول لربنا ليه؟ ليه ده ايه؟ ليه وانت ما كنتش عارف وانت بتغلط انه تمن الغلط وقع صعب؟ ما كنتش واخد بالك؟ ليه ما قريتش ايات تخوفك من الخطية؟ ما تعرفش يعني ايه نار جهنم؟ ما سمعتش ان ربنا يكره الشر؟ بار هو الرب. يعني ايه؟ زي ما الآية بتاعت لكي تتبرر في اقوالك. يعني مهما عملت فيه يا رب ما اقدرش اقول غير ان معاك حق، حتى لو ادبتني تأديب شديد ارجع اقول معاك حق. مفيش واحد هيقدر يبص لربنا يقول له ظلمتني، لا لا. في ناس بتتهم ربنا بكده، بس دول بيبقوا مش واخدين بالهم من اللي عملوه، او مش واخدين بالهم من حكمة ربنا في اللي بيعمله. يا دي لكن الافضل يفكروا بالطريقة الاولانية. فهنا بعد ما قعد يشكي ويبكي قدام ربنا، يا رب سبتنا وبتبهدلنا، يرجع يقول له بار أنت يا رب، بار هو الرب لأني قد عصيت أمره. اسمعوا يا جميع الشعوب انظروا إلى حزني، عذرايا وشباني ذهبوا إلى السبي، ناديت محبية وهم خدعوني. يعني بقيت مستني حد يطبطب علي يسيبوني يخدعوني يقولوا لي كلمة ويمشوا. كهنتي وشيوخي في المدينة ماتوا، اصطلبوا لذواتهم طعاما ليردوا أنفسهم. يعني طبعا في كهنة كتير ماتوا وقت سبي بابل، شيوخ الشعب كانوا منتظرين بس لقمة عشان يعيشوا من كتر الجفاف الروحي. كل كهنة أورشليم وشيوخها
كانوا منحرفين زي زمن المسيح، رؤساء الكهنة والناس دول أغلبهم كانوا أشرار، فما عندهمش لقمة عيش روحي يعني سليمة، فهلكوا. انظر يا رب فإني في ضيق. يبقى لما الواحد يتضايق من أجمل الصلوات يا رب انظر إلي، حتى بنقولها في ختام التسبحة كرياليسون، يا الله انظر إلينا، يا الله اطلع علينا، يا الله تراءف علينا. ليه؟ لأنه في الضيقات والتجارب ما فيش غير كده، يعني هي مش هتتفك غير لما ربنا يفكها. انظر يا رب فإني في ضيق، أحشائي غلت. وأحشائي دي جاية جوه سفر أرميا اللي مذاكر معانا، أحشائي أحشائي توجعني جدران قلبي، إن في قلبي لا أستطيع السكوت. فأرميا عاش الغليان والفوران اللي جوه ده، لأن لما تكون أب أو أم شايف حد من ولاده بيضيع بيبقى بيغلي من جوه. إيه اللي ممكن يريحه؟ مفيش حاجة تريح قلبه في اللحظة دي، وساعات يبقى عاجز مش عارف يعمل إيه، ما بيسمعوش. فهنا بيقول أحشائي غلت، ارتد قلبي في باطني لأني قد عصيت متمردة. هو بيكلم بلسان أورشليم، فاللسان الأنثى ده بيفكرنا بالشعب صهيون أو أورشليم أو بنت صهيون مجازا، معناه ده حال البلد. فهي بتقول ارتد قلبي في باطني لأني عصيت متمردة، في الخارج يسكل السيف، يعني موت الراجل والابن فيترك الأم سكلة يعني فقدت ابنها، وفي البيت مثل الموت، يعني بره خراب جوه خراب، تتحامى في البيت تلاقي موت، تطلع بره تلاقي سيف. فالحكاية ايه؟ متحصرة بالنكد والوجع. سمعوا اني تنهت لا معزي لي، يعني الناس بتسمع تنهداتي لكن مين يعزيني؟ كل اعدائي سمعوا ببليتي فرحوا لأنك فعلت، يعني شمتوا، بقوا بيشمتوا في أورشليم، لأن أورشليم كانت إيه؟ أميرة وسط الشعوب زمان، ففي أعداء بالشعوب الوثنية كانت برضو بتكرهها. دلوقتي بقى هم شايفينها خربانة فرحانين فيها. سمعوا ببلياتي فرحوا لأنك فعلت، تأتي باليوم الذي ناديت به فيصيرون مثلي. يعني هي كمان هم مش واخدين بالهم ان عليهم الدور، لان هم مش ابرار. خلي بالكوا اللي يقع في الشماتة يبقى الدور جاي عليه على طول. فهم اذا كانوا شمتانين في شخص عوقب بشدة يبقى هم كمان هيصيروا مثلي، ليهم يوم يعني. ليأتي كل شرهم امامك وافعل بهم كما فعلت به. يعني انا بيتكلم بلسان اورشليم، انا غلطت واستاهل اللي بيحصل لي، لكن هم كمان يا رب افتروا عليا، فايه انت كإله عادل مش هتسيبهم كده. من اجل كل ذنوبي لان تنهداتي كثيره وقلبي مخشى عليه. انتهى الاصحاح الاول. كل نوع من التنهد والبكاء والتحسر والصراخ، انظر يا رب تطلع، وبالاعتراف بان انا غلطان، انت بار يا رب في اللي عملته، لان خطايانا السبب. نكمل الإصحاح الثاني طبعا على نفس الجو النفسي، والإصحاح الثالث ده بقى إيه؟ هيشغلنا أكتر، لأن ده اللي احنا منتظرينه في الجمعة الكبيرة، بنصليه سنويا في الطقس القبطي مع صلاة الساعة 12 من يوم الجمعة الكبيرة. الإصحاح الثالث ده يرنم بحزن، لأنه بينقل لنا مشاعر المسيح حزنا على البشرية. إذا كان أرميا حزين على أورشليم، أمال المسيح بقى لما يبص على العالم النهاردة 7 مليار، كام مليار فيهم ما يعرفوش ربنا، وكام واحد فيهم بيرضي ربنا وحاسس بربنا، وكل دول حبايبه، كل دول مات عشانهم. فطبعا قد ايه الحزن اللي في قلب المسيح، كل ده بينقله أرميا في المراثي. كيف خط السيد بغضبه ابنة صهيون بالظلام؟ يعني ربنا في غضبه ترك أورشليم مظلمة خلاص، ما عادش فيها نور، لأن النور دايما رمز للبهجة والاحتفال. ألقى من السماء إلى الأرض فخر إسرائيل، يعني مسك افتخار إسرائيل كده وهبته على الأرض. الكرامة والعز والفخر البشري ده يترمي من السماء للأرض كأنه ولا يسوى.
عشان كده مخيف ان الواحد يتفاخر بشيء غير ربنا. يقول الكتاب من افتخر فليفتخر بالرب. افتخر ان ربنا بيحبك، ماشي، افتخر ان ربنا دبوك، لكن تفتخر بحاجة في الدنيا وهي الدنيا دي بتقعد، ومهما كان منظرك وامكانياتك دي حاجته، واذا كان هتنسب حاجة لنفسك تبقى خطيتك. هو ده اللي ايه، تنفع تفتخر بخطيتك؟ ما ينفعش، دي حاجة تكسف، يبقى ما فيش مجال للافتخار. ألقى من السماء إلى الأرض فخر إسرائيل ولم يذكر موطئ قدميه في يوم غضبه. ما هي الأرض موطئ قدميه، المزمور كان يقول إيه، السماء كرسي لي والأرض موطئ لقدميه، فقال يوم غضبه لم يذكر موطئ قدميه، يعني زعلان من الدنيا، فما بقاش بيقول على الأرض موطئ قدميه، أين هو موضع راحتي؟ يبقى مش عارف يحط رجله فين ربنا في الدنيا دي، مفيش حتة سليمة. يجي يدخل بيوتنا يلاقي نكد، يدخل ساعات كنايسنا يلاقي صراعات، يدخل بلاد كانت مسيحية يلاقيها بقت كلها إلحاد. أين هو موضع راحتي؟ مش ده موطئ قدميه؟ مفروض الناس تسجد تحت رجليه، الناس بقت تسجد للأوثان. ابتلع السيد ولم يشفق كل مساكن يعقوب، نقض بسخطه حصون بنت يهوذا، يعني في زعله كسر كل الحصون، أوصلها إلى الأرض، سواها بالأرض، نجس المملكة ورؤسائها. النجاسة أو الرجاسة هنا من بمعنى أن الأمم يدخلوا على المناطق المقدسة، فدي تعتبر البلد تنجست، والأراضي المقدسة بقى يدبح فيها للأوثان، فكل ده ضد إرادة الله، لكن ربنا سابها لأيديهم. عضب بحمو غضبه كل قرن الإسرائيل، يعني إيه، زي ما تقول واحد يتقصقص جناحاته كده، كل حاجة يتكلوا عليها يكسر، زي في أشعية لما يقول ينزع الرب من شعبه السند والركن، يعني اللي تتكل عليه ياخده منك. متكل على الفلوس يبقى انت انكرت ربنا هتروح، اتكلت على جمالك هيروح، اتكلت على سمعتك تروح، اتكلت على ذكائك مخك يروح، اتكلت على الناس تروح. ينزع السيد الرب السند والركن. طب ليه بيعمل كده؟ عشان ما يصحش، لانه ملعون من يتكل على زرع بشر. الرجاء بالرب خير من، وبعدين ربنا مش حرمك من حاجة، لكن تتكل على حاجة، طب ما هي هوى اللي انت بتتكل عليه ده وهم، فطبيعي ياخدك وتقع بيه. نقض بزختي حصون بنت يهوذا أوصلها للأرض، نجس المملكة ورؤسائها، عضب بحمو غضبي كل قرن الإسرائيل، رد إلى الوراء يمينه أمام العدو. تشبيه جميل، يعني شايف العدو داخل على شعبه وهو عامل إيده كده بيرجع يمينه الور، يعني إيه، هو كعادته كان يحط إيده على طول، فمين يقدر يجي ناحية شعبه، لكن هو رادد يمينه، مش راضي يمد إيده. ليه؟ عشان في زعل، عشان المرة دي هما اللي سابوه، فهو زي اللي حايش نفسه من التدخل، رد يمينه قدام العدو، يعني ترك العدو يدخل على أولاده، ومحطش إيده كعادته يسطر عليهم ويقف يحامي عنهم. واشتعل في يعقوب مثل نار ملتهبة تأكل ما حواليه. عارفين لما الكتاب قال إلهنا نار آكلة، المعنى ده أحبائي في جانب حلو قوي مريح قوي، كله رجاء، وفي جانب مخيف جدا. الجانب اللي كله رجاء أن ربنا جواه حب زي النار، فلما تقرب منه يتملي قلبك حب، واللي يعيش مع ربنا قصة حب يتمتع بنار إلهية مفيش جمال أجمل منها، زي نار يوم الخمسين كده، الروح القدس يملأ قلبه، يبقى قلبه زي قلبه أرمية كده نار بتاكله على العالم كله، عاوز كل الدنيا ترجع لربنا، ومش فارق معه ولا حاجة غير كده، في نار جواه، دي نار مقدسة. لكن نفس النار الإلهية دي تعمل إيه لما تلاقي شر شديد يتحرق كله؟ فلما الإنسان يمشي فعنده مع ربنا ويسلم دماغه كلها للشر
مخيف هو الوقوع في يد الله، لأنه نار آكلة. تأكل قلبك بحب فتبقى عايش في أجمل قصة حب، لكن رحمة ربنا علينا يبقى مصيرك نار جهنم إن عنت مع النار دي وإيه طلعت برا دايرة الحب. يقول اشتعل في يعقوب مثل نار ملتهبة تأكل ما حواليها، مد قوسك عدو، نصب يمينك مبغض، وقتل كل مشتهيات العين في خباء بنت صهيون. يعني كل اللي كانوا يشتهوه بعينيهم راح، كل حاجة كانت ملذات بالنسبة لهم انتهت. سكب كنار غيظه، صار السيد كعدو. احساس صعب قوي، ربنا يحمينا، لكن الواحد بيشوف بعض الناس بيحسوه لما ربنا يعني يبقى شديد شوية في تأديبه، يقول ربنا كأنه عدو، يعني كل حاجة بتخرب، كل حاجة ماشية غلط. هو ربنا أب وصديق وعريس وكل الحب فيه، لكن الواحد فينا بيحول ربنا وكأنه عدو بسببه هو، يعني الواحد هو اللي بيعادي ربنا. فعشان كده يقول صار السيد كعدو، لأنه السيد الرب مش ممكن يعادي شعبه ولا أولاده، وبيحب البشر، وبسبب الحب ده مات عشانهم، وعلى الصليب قال اغفر لهم. لكن يصير في نظر الأشرار كعدو، لأنه سكتهم واقف مش راضين يتحركوا. ابتلع إسرائيل، ابتلع كل قصوره، أهلك حصونه، وأكثر في بنات يهوذا النوح والحزن. يعني ساب البلد كلها نوح وحزن، ونزع كما من جنة مظلته. أحيانا أحبائي إحنا ككهنة ساعات كده، يعني الواحد يبقى عاوز يقول له يا رب اشفق على فلان، فربنا يعمل زي اللي عمله مثلا مع موسى وقت مريم أخته لما غلطت. لأن موسى من طيبة قلبه أول ما مريم جالها برص هو قال له رب ما حصلش حاجة يعني، قال له لا، قال له خليها شوية تتأدب. مش أن قلب ربنا أوحش من قلب موسى، حاشا، بس ربنا بحكمته بيبقى شايف أن لو التأديب خلص بدري اللي قدامه هيطلع إيه لمؤاخذة مش مؤدب، يعني إيه ما خدش وقته كفاية، لأن التأديب عند ربنا له وقت. بحكمته بيبقى عارف مين يستوي في العيار ده ومين يستوي عند الدرجة دي. فساعات احنا ما نفهمش، يا رب مش طويلة الحكاية على فلان، اسكت، ما تعترضش على أحكام ربنا، هو ربنا بيحب فلان ده أكتر منك، لو طولت يبقى دي مصلحته. لو شاف انه التأديب جاب مفعوله من قبل ما انت تفكر هيوقف المشكلة او التأديب. انت تصلي له ده محبة، دي حاجة كويسة قوي، لكن اياك تعترض على من بره على احكام ربنا، لان ربنا غرضه خلاص ولاده. فاحنا ساعات يتهيأ لنا طب مش كفاية عليهم كده يا رب تأديب، مش انت اللي تقول دي كفاية، دي ما انت بس نسيت اورشليم دي عملت ايه في ربنا، دي بقالها 100 سنة بتلخبط في ربنا وبتعند مع ربنا ووثنية ولخبطة، ومن ناس حتى يعني بتوع الهيكل، وربنا مطول باله. فلما جت دلوقتي بقيت تقول له يا رب كفاية كفاية عشان كم شهر، يعني ربنا له حكمته. احنا صحيح نصلي للمتألمين نخاف من الخطية وتبعياتها، لكن ما نعترضش على أحكام ربنا. يقول إيه، أكثر في بنت يهوذا النوح والحزن، قطر النوح والحزن، نزع كما من جنة مظلته. يعني دي بلده أورشليم دي اللي بيحبها، اللي بكى عليها بعد سنين لما كان نازل من جبل الزيتون وشافها آخر مرة قبل ما يدخل يتصلب، بكى عليها، قال لها كم مرة أورشليم، كم مرة كان نفسي تبقى أنت الإيه البلد اللي ألم ولادك تحت جناحية كده. طبعا هو امتداد لنفس
طبعا هو اللي حط في أرمية المشاعر المقدسة دي، لكن هي أساسا دموع المسيح نفسه. فبيقول نزع كما من جنة مظلته، هي دي إشارة إلى رفض أورشليم في الآخر. يعني إيه؟ لما تشيل المظلة من الجنة خلاص بقت خراب. الجنة يعني الجنينة، والجنينة لازم يبقى فيها شلتر كده أو مظلة عشان الضلة فلما يشيلها يبقى خلاص ما عادتش نافعة. يعني أهلك مجتمعه، أنسى الرب في صهيون الموسم والسبت. يعني إيه؟ طبعا أورشليم بعد الخراب ده تروح سبت وتروح جمعة مهما في حدش حاسس بحاجة، ما خلاص كله ده يوم السبت ده كان له طقوسه وله التزاماته، ما فيش بقى موسم، لا تقول عيد فصح ولا عيد مظال ولا عيد خمسين ولا عيد كفارة ولا السبت ولا الهلال ولا كل بقى الطقوس اللي كانت حاجة مهمة قوي عند اليهود. بعد سبي بابل وخراب أورشليم نساهم الكلام ده، لأنه دي كانت بالنسبة لهم سبب فرح، بس هم رفضوا العبادة ومشوا في عبادة أوثان، يبقى ما يفرحوش فرحة ربنا الصح. أنسى الرب في صهيون الموسم والسبت، ورزل بسخط غضبه الملك والكاهن. الملك والكاهن يعتبر الناس المسؤولين عن القيادة الروحية، لأن الملك كان يمسح بالروح القدس. في العهد القديم ما كانش زينا كلنا ممسوحين مسيحيين بالروح القدس، كان بس اللي ليهم وظيفة قيادية يربطوا الناس بربنا، فكانت مسؤولية الملك والنبي والكاهن عادة، ده اللي كان يمسح. فهنا ربنا رزلهم ليه؟ لأن دول زي شاول الملك، اتمسح ملك لكن مش عكس إرادة الله، فيبقى حتى هؤلاء القيادات كانوا سبب زعل ربنا. كره السيد مذبحه، تعبير يخوف، عشان كده هيكل سليمان لم يعد بيت الله، خلي بالكم، قال لهم بيتكم، ها بيتكم، كره مذبحه. تصوروا بقى ربنا اللي كان يحب المذبح قوي، لان المذبح ده مكان الحب، واخدين بالكم المعنى؟ المذبح ده من وقت يعني نوح مثلا لما عمل مذبح كان بيقول لربنا اشكرك من كل قلبي ان انا واولادي عشنا بعد الطوفان. لما ابونا ابراهيم يعمل مذبح ده عشق بين ابراهيم اللي ربنا عمال يغنيه وبين المسيح صديقه خليل الله. فالمذبح ده مكان الحب، فلما يتحول مكان الحب الى خيانه الى عباده اوثان كره السيد مذبحه. طبعا في العهد الجديد انتوا هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. تصوروا القلب ده اللي المفروض يروح لربنا، لان ربنا هو اللي اشترانا وهو اللي بيدلع فينا وهو اللي بيحط لنا السماء، وبعدين القلب يروح في الدنيا وينسى ربنا خالص، يبقى البيت ده خرب، ده ما عادش بيت ربنا بقى. كره السيد مذبحه، رذل مقدسه، حصر في يد العدو أسوار قصورها. يعني سلم أسوار أورشليم للعدو والقصور بتاعتها للعدو، لأنه هي سلمت نفسها للشيطان. أطلقوا الصوت في بيت الرب كما في يوم الموسم. يعني وهم بيحرقوا السور، بيهدوا السور وبيحرقوا في الهيكل، كانوا عمالين يزعقوا ويغنوا ولا كأنه عيد، دول بتوع بابل. فطبعا بالنسبة لأرمية ده كان يعني مرار شديد، انه بتكسر الهيكل قصاده، بتحرق الهيكل، طبعا صعب قوي. قصد الرب ان يهلك سور بنت صهيون، مد المطمار لم يردد يده عن الاهلاك. يعني مكمل التأديب والشدة والعقاب، وايه محاصر كده اورشليم وهيكملها. وجعل المترسة والسور ينوحان، يعني السور اللي كان مصدر الأمان بقى بيبكي هو كمان على أورشليم اللي بتخرب. قد حزن معا، المترسة والسور المفروض يعني الجيش والسور اللي يأمنوا أورشليم، هما الاثنين حزنانين وفي نواح شديد. تاخت في الأرض أبوابها، هنا تاخت بمعنى وقعت الأبواب فبقت مفتحة كده إيه على أي حد. أهلك وحطم عوارضها، ملكها ورؤساءها بين الأمم لا شريعة. لا شريعة يعني لم يعد
هناك مكان للشريعة. من علامات الخراب الروحي ان الواحد دماغه ما يبقاش فيها كلمة ربنا خالص. في مسيحيين للأسف في الزمن ده كلام ربنا ده طلع من دماغهم خالص، ما فيش ولا وصية شغلها ولا مبدأ روحي في دماغه، خلاص مبادئ الدنيا ولغة الدنيا وثقافة الدنيا هي اللي في دماغه. طب الأمانة، طب التسامح، طب الطهارة، طب حب الناس، طب خوف ربنا، طب السماء اللي مستنيانا، ولا حاجة من الحاجات دي في دماغه. لا شريعة، يعني ما فيش مكان لربنا خالص. ما ربنا بكلامه، عشان كده احنا في الصيام تلاحظوا ان احنا مركزين قوي نزود قرايات وندي وقت للانجيل. ليه؟ كل ما كلام ربنا يدخل دماغنا يبقى احنا بتوعه بجد. علامة من علامات ان احنا ولاده وشعبه ان احنا حافظين كلام، وان احنا مذاكرينه، وان احنا بنردده، وان احنا بنقوله لبعض، وان الحاجات دي بتحكمنا في تصرفاتنا وفي قراراتنا. كلام ربنا مش مبادئ الدنيا. انما بالنسبة للشعب ده لا شريعة، انتهت خالص من الشعب. أنبياؤها أيضا لا يجدون رؤية من قبل الرب. طبعا لما ما يكونش في تعليم سليم ولا في توبة ولا في صلاة، مثل هذا النبي هيلاقي كلمة من ربنا؟ لا طبعا. هتيجي إزاي إرشاد إلهي أو كلام من ربنا مع غياب الصلاة وغياب خوف مقدس وغياب تواضع ودخول النجاسة وبعدهم عن كلام ربنا؟ يبقى لا رؤية. لا رؤية يعني ايه؟ مش ممكن واحد هيستقبل صوت ربنا في الجو ده، جو كله لخبطة. يعني زي مرة واحد كان عايش كده في لخبطة وراح لأبوه الروحي اللي ما كانش بيروح له بقاله سنين، قال له أنا عاوز ربنا يقول لي أعمل كذا ولا كذا. قال له ربنا مش هيقول لك. فقال له ليه ما يقول ليش؟ قال له عشان تعيش غلط، هو بيقول لك بقاله كتير ارجع وتوب. هيرد لك على السؤال ده سؤال في شغلك وانت عايش في اللخبطة دي كلها؟ لا مش هيرد على سؤالك طبعا، لان هو بيقول لك حاجة تانية وانت مش عارف تسمع. فطبيعي انت بتسأله سؤال مش هيرد عليك، لانه انت كده ولا كده غلط، لانك بعت. فساعات في واحد يقول لك انا عاوز اسمع صوت ربنا في الهجرة، ما تصلح حياتك الاول. العروسة دي ولا العروسة دي؟ الحقيقة انت احسن لك ما تتجوزش لما تتوب الاول، لانه دي ولا دي هيتعذبوا. فساعات يبقى الواحد عاوز بس قال ايه ربنا يرد عليه في سؤال، وهو طبعا مش ممكن هيترد عليه في الجو ده. فبيقول انبياؤها ايضا لا يجدون رؤية من قبل الرب، شيوخ بنت صهيون يجلسون على الارض ساكتين. يعني تسأل الكبير فيهم هيحصل ايه؟ يهنك كده ويقول لك ما عنديش رد. ولا ربنا بيقول ليه؟ ما هم بطلنا صلاة، بطلنا شريعة، وبطلنا عبادة، فقاعدين ساكتين. يعني ايه؟ مفلسين خالص، ما عندهمش لا رأي ولا مشورة ولا توجيه، ولا وهم نفسهم زيهم زي غيرهم. يرفعون التراب على رؤوسهم يتنطقون بالمسوح، تحني عذارى أورشليم رؤوسهن إلى الأرض. يعني البنات مزلولة كده. طبعا العذارة قلنا دايما فخر أي بلد في الزمن ده، يعني يسموها عذراء أورشليم، عذراء دمشق، يعني بنت البلد هي رمز، يا إما مكرمة قوي يبقى البلد دي فيها خير، يا إما مزلولة قوي تبقى البلد دي ضايعة. كلت من الدموع عيناي. يعني اللي بيتعمل بقى يتعب في القصة دي أرمى، بيقول له يا رب تعبت من العياط. كلت من الدموع عيناي، غلت أحشائي. بيغلي من جوه ليه؟ جواه غيظ، بس الغيظ ده مقدس، متغاظ من عندهم. ما كنت توبته، ما كنت وقفته الخطية. ده أنا قلت بدل المرة زيادة عن 40 سنة بقول لكم اليوم ده جاي. فغلت أحشائي لأنه صعبان عليه النتيجة دي، ما كانش نفسه أبدا يوصلوا لها، لكن وصلوا. انسكبت على الأرض كبدي على سحق بنت شعبي. عارفين لما يعني يبقى حاسس انه ايه، يعني احشائه بتدلق كده على سحق بنت شعبه، على الذل اللي وصل له الشعب، فهو قلبه بيتأثر.
لأجل غشيان الأطفال والرضع في ساحات القرية. يعني الأطفال بقت تموت من الجوع، فيا عيني أرمية يمشي يشوف المنظر، ما فيش غير الدموع، هيعمل إيه؟ وعارف إن ربنا مكمل غضبه بسبب اللي وصلوا له من الشر. يقولون لأمهاتهم أين الحنطة والخمر إذ يخشى عليهم كجريح في ساحات المدينة إذ تسكب نفسهم في أحضان أمهاتهم. طبعا من أصعب الأمور أنه طفل يكون بيدفع ثمن كبار، لكن يعني ما هو لو عاش هيطلع أسوأ منهم الطفل ده. يعني لو كان تأجل العقاب ما هو الطفل ده هيطلع شرير زي أبوه وثني زي أبوه، فحتى يمكن لو مات صغير تبقى رحمة بيه، لكن المنظر شديد صعب. فهنا في تأديب شديد بسبب الكبار مش بسبب الأطفال. بماذا أنذرك؟ بماذا أحذرك؟ بماذا أشبهك يا ابنة أورشليم؟ الآية دي جميلة قوي. يعني أرمية عاوز يقول لهم إيه؟ تعبتوني. أقول إيه؟ أشبهكم بإيه؟ ولا أحذركم بإيه؟ ولا أنذركم بإيه عشان تسمعوا؟ قلت قد ما قلت، واستخدمت تشبيهات، وزعقت فيكم، وخوفتكم، وبكيت عليكم، وبست إيديكم، وانتم معندين، أعمل فيكم إيه تاني؟ فهنا صعبان عليه الشعب. أقول لكم إيه دلوقتي؟ ما خلاص انتهى الكلام، خلصت الفرصة. كان في كلام قبل كده كتير، لكن دلوقتي وقت دينونة. بالنسبة لهم ربنا يحمينا، احنا لسه عندنا فرصة، لكن بالنسبة لهم ده يوم الدينونة حصل خلاص. فعاوز يقول لها يا أورشليم، يا بنت أورشليم، أقول لك إيه عشان تفهمي؟ أحذرك إزاي عشان تعقلي؟ أنذرك إزاي عشان تخافي؟ أترجيتك عشان تتوبي وانت احتقرت كلامي؟ خوفتك عشان تخافي وبرضو احتقرت كلامي؟ بماذا أنذرك؟ بماذا أحذرك؟ بماذا أشبهك يا ابنة أورشليم؟ بماذا أقايسك فأعزيك؟ دلوقتي أقولك إيه بقى؟ أعزيك أقولك إيه؟ ما أنت ما قبلتيش لا إنذارات ولا تحذيرات ولا تشبيهات، عاوزة تعزيات. فاهمين الفكرة؟ يعني الذي لا يقبل أي إنذار أو تحذير أو توبيخ عاوز ربنا يفرحه؟ أنت ما خدتش على الكلام الشديد ليه وخفت الأول؟ لما بتخاف ربنا يعزيك. لما تقروا أول إصحاح في حجاي، حجاي ده جه بعد أرمية بقى بكتير، يعني حوالي حاجة وسبعين سنة. فلما كان الشعب راجع من سبي بابل، الشعب رجع كان هيغلط غلطة تاني، بقى كل واحد يدور على أرضه ويعمر بيته، وساب بيت ربنا خربان زي ما هو. فقام حجاي هاج عليهم، قال لهم يعني ربنا مرجعكم السبي عشان كل واحد يشوف حاله؟ تسيبوا بيت ربنا خربان؟ مش كفاية اللي حصل في اللي قبليكم؟ فشد عليهم وخوفهم، قال لهم عشان كده مفيش بركة في حياتكم. الناس خافت. أول ما خافوا جت رسالة تانية من السماء الحجاي، قال له روح قول لهم أنا معاكم. يا سلام بالبساطة دي، مجرد خافوا بس. أول ما خافوا من الكلام وتأثروا وعرفوا أنه لا، إحنا لازم فعلا نركز في بيت ربنا وكفاية تركيز في بيوتنا، قال لهم رب أنا معاكم، هتشوفوا الخير اللي هيحصل. فمجرد ما الواحد يعني ياخد حذره، الكلام يخبط فيه، يعمل حساب لربنا، ياخد خطوة إيجابية، يلاقي بقى تعزيات وربنا يطبطب ويشجع والدنيا تنور. فأنا بيقول بماذا أقايسك فأعزيك؟ كان نفسي أعزيك يا أورشليم، بس كنت عاوز منك خطوة، كنت مستني منك صلاة، كنت عاوز أشوف توبة، بدايات توبة حتى عشان أعرف أعزيكم، بس أنتوا اللي مش عاوزين. فأعزيك أيتها العذراء بنت صهيون، لأن سحقك عظيم كالبحر، من يشفيك؟ أنبياؤك رأوا لك كذبا وباطلا. طبعا اللي حضروا معانا أرمية كان في كتير لخبطوا الناس، كان أرمية يقول الأيام الصعبة جاية، يقول لهم ما تصدقوش أرمية، ده أرمية ده عميل اللي بتوع بابل، الخير معانا والبلد مستقرة وربنا مش هيسيبنا، ويروحوا يعيشوا في الزنا ويقولوا ربنا مش هيسيبنا. فقال لهم ما هضحكوا عليكم. فهنا بيقول لهم أنبياؤك رأوا لك كذبا، دول أنبياء كذبة،
وباطلا ولم يعلنوا اسمك، يعني بدل ما يحذروك ويشاوروا لك على الغلط ويخوفوك منه فضلوا يقولوا ماله ما حصلش حاجة، ويخففوا عنك الذنب عشان ما تتوبيش. ليردوا سبيلك بل رأوا لك وحيا كاذبا وطوائح. بقوا يطوحوها كده بكلام يمين وكلام شمال عشان الواحد يفضل متخدر. ربنا يرحمنا، لإلهنا كل مجد وكرامة. ناخد آية. بماذا أنذرك وبماذا أحذرك؟ يلا قولوا معايا، بماذا أنذرك بماذا أحذرك؟ كمان مرة، بماذا أنذرك بماذا أحذرك؟ مراسي 2 عدد 13. تفضلوا نصلي. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر، أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، بالمسيح يسوع ربنا، محبة الله الآب، نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.